للحديث عن أوضاع المعتقلين في السجون الحكومية والانتهاكات المستمرة، معنا من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة، بداية مرحبا بك. الكشف عن حالة وفاة جديدة لمعتقل في سجن الناصرية أو كما يدعى بسجن الحوت، ما تعليقكم على هذه أو تكرار هذه الحوادث؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيكم وحي مشاهديكم الكرام. يعني كما تفضلتم فإن حالات الوفاة لا تزال مستمرة في السجون العراقية، وهذا يثبت أن هذه السجون لم يتم إصلاح أي شيء فيها، ولم يتم تحسين الأوضاع التي يعيش فيها المحتجزون في هذه السجون، إضافة إلى سوء المعاملة التي يعاني منها السجناء لدرجة أن تصل إلى حدوث الوفاة، وحتى بدون حتى إبداء الأسباب وتوضيحها وتشخيص السبب الرئيسي للوفاة. هذا يدل كله إلى أن تدهور الأوضاع لا يزال مستمر في السجون، رغم ما تعلن عنه الحكومة من توسعات ويعني بناء سجون جديدة من أجل تخفيف الاضطراب وغيرها من الاقتراحات. هذا كله لا يصب في يعني حلول حقيقية لمشكلة. لماذا تخفي السلطات دكتورة برأيك؟ لماذا تخفي السلطات الأسباب الحقيقية للوفاة؟ طبعا لأنها لا تريد أن تضع نفسها تحت طائلة المسؤولية. أي حياة أي سجين في السجن حتى لو كان محكوم بالإعدام لا يعني أنه يتعرض لسوء المعاملة، لا يعني أن يتم إهمال حالته الصحية إذا كان يعاني من أمراض، أو عدم الاعتناء بتغذية السجناء التي تؤمن لهم استمرار حياتهم، عدم تأمين حالة صحية داخل السجناء والنظافة التي تؤمن لهم حمايتهم من الأمراض وغيرها، تخفيف الاضطراب الذي قد يؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأمراض المميتة. هذا كله بمسؤولية الحكومة، ولذلك حدوث أي وفاة معناها أن هذه الحكومة مسؤولة عما حدث لهذا المحتجز. الحكومة يعني طبعا لديها أدوات كثيرة على عاتقها أن تراقب، من لجان حقوقية، لجان قضائية، من المفترض أن تراقب أوضاع السجون في البلاد. هذه الأدوات إن صح التعبير، كيف يمكن وصف موقفها مما يجري من حالات وفاة كهذه؟ لا توجد أي رقابة، لا توجد أي رقابة لأي جهة سواء حقوقية أو قضائية لها الحق في مراقبة ما يحدث في السجون أن تصل إلى الوضع الحقيقي ومعالجة ما يمر به السجون من أوضاع مأساوية. على العكس من ذلك، فبرغم أن الكثير من السجناء وكما يصل إلينا من تقارير يتعرضون مثلا لأنواع من الانتهاكات أو الإهمال، ويوثقون هذا من خلال تقارير طبية وغيرها والشكاوي، يتم إهمال ويتم حتى إخفاء هذه الملفات وغيرها، كله من أجل أن تستمر هذه الأوضاع، لأنهم يعتبرون أن ما السجناء ما يمرون فيه من أوضاع هو يستحقون ذلك، وهو نوع من العقاب الجماعي لكل سجناء في هذه السجون. خاصة نعرف جيدا أن كثير من السجناء مزجهم على أساس أنهم كانوا يعارضون الحكومة، ولذلك يستمر هذا الإهمال وتستمر طيب هذه الأوضاع. من خلال توثيقكم دكتورة لحالات الوفاة وأسبابها، ما المطلوب اليوم لإيقاف هذه الانتهاكات الجارية؟ الحقيقة مطلوب وقفة أولا من قبل ذوي من يتعرضون لهذه الانتهاكات وهذا الإهمال، يجب عليهم أن يوصلوا صوتهم ويقوموا بتوثيق ما يحدث لأبنائهم، خاصة وأن أبنائهم معرضون للموت في أي وقت، ولذلك بالرغم من أننا نعرف أن الكثير منهم يتعرضون للتهديد، يتعرضون للتخويف من قبل الجهات الميليشياوية ومن قبل الجهات الحكومية، ولذلك هم يسكتون ويحاولون أن يعني يتجنبوا أن يقع لهم أي مكروه لأفراد عائلتهم، ولكن هذا لا يعني أنه سوف تتوقف هذه الانتهاكات، وبالتالي فإننا باستطاعتنا كمراكز حقوقية أن نرفع هذه الشكاوى إلى الأمم المتحدة
وحتى على أثر الكثير من الشقاوة يتم حتى إغلاق هذه السجون ونقل جميع نزلائها وحتى إعادة محاكمتهم والكثير الكثير من الإجراءات. ولكن هذا يتطلب من ذوي الضحايا أن يتعاونوا مع هذه المراكز الحقوقية وأن لا يخضعوا للتهديدات ولما تقوم به الميليشيات والقوات الحكومية من استخدام كافة الوسائل. نحن نعرف جيدا هذه الوسائل التي يريدون استخدامها من خلال الضغط على ذويهم، استخدام التهديد بالشرف، تهديد بالقتل وغيرها من هذه الأساليب، ولكن يجب عليهم أن يرفعوا صوتهم حتى يتم حمايتهم وحماية أبنائهم مما يتعرضون له، وبالتالي الحفاظ على حياتهم. نعم، من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لك.